أنا كتير متحمس لمرحلة اليوم. شو مرحلة اليوم؟ مرحلة اليوم مقلب بالحلاق. طيب يا كبير. هلا هلا. دخل بدرسة الشهر؟ مكتوب وين فوق؟ دولار، القصة بدولار، الدقن بنص دولار، شمع بدولار، الماسك بدولارين. طب وغسيل الشعر قبل القصة بدها ايه؟ بلاش بتجي. طيب بلاش، طيب بدي قص بس غسل لي شعر. يلا. يلا تفضل زعيم القص. بس أنا ما بدي قص. مع اساس انه بنحمم لك راسك بنرجع بنقص. انت قلت لي القصه بشو بدولار 100%. وغسيل الشعر بده يبلش. انا بس بدي اغسل شعري، ما عندنا شامبو بالبيت جاي اتحمم عندكم، ما عندنا شامبو. يلا بدك شيء؟ تعال هون تعال. زمتنا من اخر مرحله، خلينا نشوف شو مرحله اليوم. مرحله اليوم تشموا كلسات بعض. شوفوا انه مرحلتي حتكون اهون مرحلة. شو مرحلة اليوم؟ مرحلة اليوم تخوفوا حدا. ايه بنخوف عادي. زيني زيني اللي قد البقرة. اوه هلا عرفت. ماما اشتريت غدا حيني من السيارة، روح جيب. يلا يلا.